فيها زياد دي رؤية كابتن نبيل في الماتشات الصعبة، أنت بالنسبة لك أنت شخصيا وأنت كابتن الفريق أصعب ماتش في الموسم ده على الإطلاق بالنسبة لك كان أنهي ماتش؟ هو ماتش في بطولة القاهرة كان ماتش الشمس. أوكي. بطولة الجمهورية كان ممكن الزمالك عشان ده ليه طعمه يعني لوحده خالص، بطولة خالص إنك تكسب ماتش الزمالك يعتبر. فكان الزمالك يعتبر ده لقاء قمة لوحده دايما حتى لو في أول الموسم يعتبر نهائي. الزمالك يعني كان اصعب ماتش يعتبر. دايما بهتم ان انا اسال اللعيبه وخصوصا المميزين منهم زي حالتك كده زياد على فكره تيشيرت النادي الاهلي وفكره روح الفانيلا الحمراء، عايزين نعرف من كابتن الفريق ايه هي روح الفانيلا الحمراء. هو يعني قبل كل ماتش في اوضه اللبس دايما كابتن نادر يعني معانا بيتكلم على روح الفانيلا الحمراء، وان هو دايما رقم واحد، رقم اثنين زي رقم 10 يعني، هو يا اما بطوله يا اما خلاص. فانت بتبقى لابس شيرت الاهلي تعرف انك لازم تكسب البطوله دي، ومفيش يعني قرار تاني، يا تكسب يا تكسب، مفيش يعني مفيش بديل مفيش بديل يا تكسب يا تكسب دي